بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، جايب لكم النهاردة ماتش من الماتشات الجميلة، فيها فكرة يا رب تستفيدوا بيها وتستمتعوا باللقاء. النهاردة بنلعب ضد محترف من محترفين باتل شيب، هو إيراني الجنسية بس حاطط العلم الأمريكاني. زي ما انتم شايفين كده، انا بنزل الافتتاحيه بتاعتي بمجموعه عساكر القنابل، بحاول اسيطر على وسط الميدان. الناحيه التانيه الخصم بينزل بالدبابه الاتاري، بضرب انا عليها الالغام الارضي. برضو الناحيه التانيه هو كان نازل بالمدفع الهاوزر ونزل بالمهندسين، ونزلت انا بالدبابه بتاعتي اللي هي تعتبر القوه الضاربه، الدبابه الغواصه. يرمي هنا هو كارت الفسفور، بيحاول يقضي على المدى بتاعي علشان ما طولش خط النص، وبينزل برضو بالدبابة الخفيفة ويرمي كارت البروباجندا. لكن لاجل الحظ النهاردة الكارت البروباجندا ما يشتغلش معاه وما قدرش ياخد مني الدبابة. الكارت الفسفور بتاعه قوي جدا، كروته عالية، عندي كروت 30، انا كروتي في منها ضعيف جدا اللي هو 23، وفي منها العالي اعلى حاجة عندي 29 اللي هي الدبابة الغواصة. يضرب كارت التحميلة على البنكر، البنكر بتاعي يعني خلاص كده بيلفظ انفاسي الاخيرة، وبرضه عنده مدفع الهاوزر البعيد. اللقاء كده ماشي خالص، واضح انه ماشي لصالح. بيرمي البرج الحديد، لكن لاجل الحظ الدبابة تنفج من الالغام الارضي وماشية كده على شعرة، ويضرب برضه كارت الفسفور، وعنده كمان كارت صواريخ البنكر. الماتش صعب جدا جدا جدا، صعب بكافة المقاييس، عنده مدفع الهاوزر، عنده المهندسين اللي بيصلحوا البنكر، عنده صواريخ البنكر، عنده كارت البروباجندا، يعني بصراحة ماتش صعب. يرمي كارت البروباجندا، يا خبر ابيض، ياخد الدبابتين. دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه، ادمر دباباتي، لكن فكرت ورحت جاي رامي كارت البروباجندا بتاعي، الحمد لله رجع الدبابات بتاعتي. طبعا في الوقت ده بقى ايه، بدأ يتخبط، رمى البرج الحديد في يعني رمى بدري قوي. يا ترى نقدر ناخده ولا لا ما قدرناش ناخده، بس دمرناه كويس كده. هو خسر 5 سبلاي للبرج الحديد، وفي نفس الوقت خسر 5 سبلاي مع كارت البروباجندا. الدبابات بتاعتي بتوصل، يرمي كارت البروباجندا، خد الدبابه الكبيره اللي فيها هيلث عالي، وساب لي الدبابه البايظه مع كارت الصواريخ والمهندسين شغالين ورا، بحاول احرق فيهم على قد ما اقدر. احاول هنا سيطر انا على وسط الميدان مره تانية، خلاص كده فهمت الكروت بتاعته، فهمت طريقه لعبه، واكل مني بنكر وناقص دقيقه وربع. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ادينا هنشوف مع بعض. رمى كارت، رمى البرج الحديد برضه، يعني بصراحه غلط جدا كان يرميه بالشكل دوت قصاد العساكر، وما كانش عنده عساكر متمركزه كويس. قدرت ان انا اخد منه برج الحديد دوت، عمل لي دفعه شويه في السبلاي عندي. عايز ينزل هنا بالدبابة الاتاري علشان هيقضي على العساكر اللي مرمى عليهم كارت اللاست ستاند، بس خلاص خلصنا البنكر بمدفع الهاوزر اللي من بعيد، ومفيش دبابات نازلة. لكن نزلت دبابة هنا كده على السريع، عنده برضه هو الالغام بتاعة الدبابات، الغام خطيرة جدا، كارت مدمر للدبابات. اوبا، ينزل لي هنا بالدبابة المدمرة، انا بسميها دبابة مازنجر. الدبابة ديت ملهاش حل يا جماعة، ملهاش حل، قاتلة للمشاة وقاتلة للدبابات ومدمرة للمباني. لكن اربي عليها كارت البروباجندا، وبص بقى لا يفل الحديد الا الحديد، والدبابة بتاعته تبقى معايا دلوقتي، والبنكر بتاعه يبقى ما بين المطرقة والسندان، دبابتين من عندي عمالين يدبوا فيها، وفي نفس الوقت الدبابة بتاعته كانت معايا وضربت البنكر بتاعه. خلاص اعزائي المشاهدين، 16 ثانيه واللقاء ينتهي. لعيب قوي جدا، لا اخفي عليكم سرا، كان دايما بيغلبني، محقق رانك عالي جدا الموسم اللي فات فوق ال 50. طبعا بقى صعب جدا 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 دلوقتي ان انت تقدر تطلع فوق ال 50 الا لو انت لاعب جامد. اعزائي المشاهدين، اتمنى يا رب ان اللقاء يكون عجبكم، ما تنسوش بعد اذنكم اللايك والاشتراك والشير، وشكرا على حسن المتابعه.